مساء الخير على حضراتكم وعلى جميع قراء إشراقة وقراء معرض القاهرة الدولي للكتاب. حضور مشرف حقيقي النهارده يوم الجمعة لقراء مصر المميزين، والحمد لله يعني احنا معانا حظنا كويس ان احنا بنقابل دلوقتي الروائي الجميل الاستاذ هشام عيد الفائز بجائزة الطيب الصالح العالمية عن مجموعته العزف على ضرع بقرة. حقيقي مجموعة مهمة جدا وفيها قصص يعني فيها عبرة عظيمة جدا، وزي ما انت شايف من الغلاف الجميل ده اللي عمله احمد الصباغ، غلاف معبر عن احداث وعن القصص اللي جوه المجموعه، ويدير عادل عبد الرازق، ومعانا طبعا استضافتنا استاذ هشام عيد. اتفضل يا فندم. يا اهلا وسهلا، وانا سعيد جدا بكل كلمه انت قلتها، حسيت بفخر انت بتعرض فعلا الكتاب وبتشير الى الاديب المصري اللي كسب جائزه طيب الصالح عن السنه القبل الماضيه عن مجموعه قصصيه متميزه جدا. وكان لي الشرف ان انا الحمد لله متابع مسيره هشام عيد منذ البدايه، منذ اوراق حلاق والفلواتي والبطء والوراق، ثم المجموعه القصصيه المميزه عن دار اشراق بعد ما كسبت الطيب الصالح. اتصور ان المجموعه دي هتكون فاصله في معرفة القارئ المصري بما هي عليه القصة القصيرة حقيقة. وأنا كان نفسي هشام يكلمني عن انطباعاته، ولما سمع الفيديو الخاص بأن هو بسم الله ما شاء الله أصبح فائز بمجموعة الطيب الصالح. طبعاً مش عارف أقول إيه لحضرتك طبعاً والسلام الجميل. لما سمعت الفيديو طبعاً الحمد لله بالنسبة كبيرة، الحمد لله كنت متوقع يعني، وربنا أكرمني وفزت. أعظم شيء اللي فوز حقيقة هو كلمة اللجنة المرشحة والتي فورها تم الحصول على الجائزة، إن هذه المجموعة السردية متميزة جدا، وأنها برغم عمقها في المحليات إلا أنها تحتوي على فكر فلسفي وعقلاني، واشارت بشكل جميل جدا الى ان القارئ المفترض مع حسن النيه عليه ان يكون قادر على الخوض في تفاصيل هذه المجموعه بكل عنايه وبكل تركيز. وانا بشكر اللجنه على هذه التمييز، لان في اسقاطات كثيره جدا جدا على المجموعه القصصيه، وليكن مثلا قصه الشركه عما قصدت اسقاطها على الواقع علينا بدون ان تفاصيل حتى القارئ يشتري الجمله. الشركه بالتحديد من القصص اللي اتعبتني جدا، لما حاولت ان اضيف فيها من رمز، وفي نفس الوقت انا اجعله خافت. بس انا عايز اقول كلمه بس عن جائزه الطيب صالح، ان الجائزه العظيمه اللي كلنا كادباء بنستناها ونتشرف بيها حتى لو ما فزناش، وسبقنا فيها اساتذه افاضل. الانسان حزين جدا جدا، الادب العربي خسر كتير قوي 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 بتوقفها بسبب الاحداث الغريبه اللي بتحصل في بلد عظيم. ويا رب يزيل الكبوة عن السودان الشقيق وتستعيد مكانتها الادبيه، وخاصه الطيب صالح ومكان السودان طبعا. يا رب يرجع السودان سالم غانم يا رب باذن الله. بمشيئة الرحمن هتستعيد السودان عافيتها، وهترجع جائزة الطيب الصالح تنور المقامات. وبمشيئة الرحمن برضو عشان ما نهربش من المجموعة القصصية بتاعتك، أنا عايزك وأنت بتتكلمني على تلك النظرة. تلك النظرة تصادف إن أنا كنت رايح أجيب حاجة، فمريت بشارع قديم كده كنت أسكن فيه، فربنا ألهمني بفكرة القصة اللي هي بيستعيد فيها شخص بما اضفت اليه طبعا من الرموز والافكار والخيال. فالحمد لله انشات قصه اتوقع ان هي تكون يعني جديده وتعجب الكل. ليه بقول الله انا ليه قصصيه فارقه في دنيا القصص القصيره في مصر؟ لان هناك نظرتين. النظره الاولى ان القصه القصيره لابد ان تكون مكثفه، طلقه رصاصيه تنتهي الى هدف. ولكن في المجموعة القصصية الفائزة هنجد انها رحبة
ومتسعة وتشتمل على أفكار كثيرة ورموز عدة، وبالتالي القارئ حينما يفرغ منها سوف ترى في عينيه تلك النظرة، تلك النظرة التي تحيي الكاتب على ما كتب وعلى أسلوب السرد وعلى أسلوب التنوع الثقافي المدهش والفلسفي والربط ما بين مصر كحضارة قديمة، حضارة مملوكية، ثم حضارة تحت الرماد وهو يحاول أن يعيدها إلى مجدها مرة أخرى. ولذلك أنا بستعيد منك فكرة القصة القصيرة ورموزها بصرف النظر انك انت مش عايز تتكلم عن مجموعتك. لا مش عارف، مش عارف عموما. انا بصراحة اتصدق ان الكلام ده اول مرة بسمعه. الاستاذ عادل اثره كبير جدا في المجموعة دي، واحب ان هو هيقرا على فكرة الى عادل عبد الرازق: اني لاعجب كيف سيكون هذا العالم من دون صداقتنا. يا رب يخليكم لبعض يا رب. فعادل مش مجرد قارئ، عادل استاذي وانا صنيعته يعني. واللي قاله دوت يعني انا خايف اقول كلام اقلل الجمال اللي قاله عند القارئ. فالحمد لله فضل ربنا كبير، والطيب الصالح فعلا جايزه الواحد يفخر بيها جدا، وانا ازعم ان انا قدمت مجموعه قصصيه جديده بالاهتمام. كنت يعني عندما قرات هذه القصه فوجئت بان الاستاذ هشام عيد عنده ادراك غير عادي لكيفيه تحمين درع البرازيل، فما هي؟ استاذنا رزق المزعنم كان بيقول ان له خاله كانت اذا حلبت البقره دلكت يديها بالزيت لتكون ناعمه على الضرع، وحننتها بحلو الكلام وصاحبتها وش حالك وكيف حالك وعامله ايه وتقرا لها القران، فاستوحيت منه فكره اداره اي شيء في الدنيا لازم يكون بالتحنين حتى يدر، حتى يدر اللبن. هذا يصلح في البيت، في الدوله، في المؤسسات. ما لا يدرك بالعنف يدرك باللين. لذلك حين افتقدت البقره اللين بوفاه هذه الجده لم تعد تدر لبنا، فكانت مأساة القصة أو ذروة القصة. بالنسبة لذكر أريد منك كلمة عنه وعما يحدث الآن في غزة. أستاذي رزق المزعنم صاحب الفضل العظيم في كل كتاباتي. أنا مكسوس وأنا جاي أحتفل بكتابي ومتضايق جدا لما يحدث يعني، ويا رب يزيل غمة عن غزة الحبيب. شكرا.